هل تعلم أن إبليس أحب نبيا؟ بل أنه قدم له النصيحة: أنت مصدوم الآن، أليس كذلك؟ إبليس يحب نبيا من أنبياء الله ويقدم له نصيحة. إذا إليك معلومة أغرب، هناك دعاء وكلمتان إذا دعيت الله بهم سيجيبك، وإذا قلتهم على ظهر قلب مهما كنت عاصيا سيغفر الله لك يوم القيامة. وهل تعلم أيضا أن سيدنا عمر بن الخطاب لم يزر أي دولة قد فتح المسلمين إلا دولة وحيدة جميعنا نعشقها، بل أن كتاب التوراة نفسه تنبأ بما فعله الخطاب. أولا، إبليس أحب نبيا. نعم، إبليس أحب نبيا من أنبياء الله تعالى، وطلب منه طلبا عظيما جدا لن تصدق، بل أنه قدم له نصيحة ذهبية لن تصدق أن إبليس بنفسه يقولها. أنت تقول الآن: هل أنت مجنون؟ إبليس نفسه يحب نبيا من أنبياء الله تعالى، بل أنه يقدم بنفسه نصيحة لهذا النبي. نعم، ما أخبرك به صحيحا، فنبي الله هو سيدنا موسى كريم الله. في يوم من الأيام، وبعد أن كان يشاهد إبليس معجزات أنبياء الله تعالى، هنا ندم إبليس على عصيانه لله تعالى لدرجة أنه قرر التوبة. وهنا ذهب إبليس إلى كليم الله سيدنا موسى ليكون وساطته بين الله تعالى، وذلك بعد أن انشق البحر من أجل سيدنا موسى وهرب هو وقومه من فرعون، ليكلم الله تعالى. وقال إبليس له: يا موسى، أريد أن أتوب إلى الله، فاشفع لي إلى ربي لكي يتوب عليه. وافق سيدنا موسى عليه السلام، فسأل رب العالمين أن يشفع لإبليس ويتوب عليه. تخيل أيها المشاهد أن إبليس بنفسه أراد التوبة، وأن سيدنا موسى لم ينهر ولم يرفض توبته. قال موسى لله تعالى: يا رب، إنه إبليس خلق من خلقك يسألك التوبة فتب عليه. فقال الله لسيدنا موسى: إني استجبت لك يا موسى، فأمره أن يسجد لقبر آدم فأتوب عليه. فتخيل إبليس مصدر الشرور في التاريخ، رحمه الله وقبل توبته. ولكن حينما أخبر سيدنا موسى بما قاله تعالى، غضب إبليس غضبا شديدا وقال له: لم أسجد له حيا، أسجد له ميتا؟ ثم قال إبليس: يا موسى، إن لك علي حقا بما شفعت لي إلى ربك، فاذكرني عند ثلاث ولا أهلكك فيهم، واذكرني حين تغضب فإني أجري منك مجرى الدم، وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. أما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنما كان يفتح أي بلاد لم يكن يذهب إليها أبدا. فتحت الشام في عهده فلم يذهب، وفتحت مصر ولم يذهب، وفتحت العراق ولم يذهب، ولكن مكانا وحيدا ذهب إليه عمر حينما فتح جيوش المسلمين: فلسطين. بل أن كتاب التوراة تنبأ بفتح سيدنا عمر لفلسطين، فخرج بنفسه عمر إلى فلسطين ليتسلم مفاتيحها. فجاء يمشي في شوارعها فرآه اليهود، فصدموا وهم يشاهدون الخطاب الرجل الذي تنبأ به كتابهم بنفسه، فقالوا: هذا هو الرجل الذي وصف لنا في التوراة، هامته مرتفعة بقامة عالية توحب الشموخ والعزة، وثيابه ممزقة، وهذا هو الشخص المؤمن الذي سيستلم مفاتيح فلسطين. فآمن المئات بالإسلام فور مشاهدته. ثم دخل عمر إلى القدس وأخذ مفاتيحها، فرأى بلال مؤذن الرسول رضي الله عنه، وقد كان بلال قد أقسم ألا يؤذن مرة أخرى بعد وفاة رسول الله. دم الخط بلال وبكى الاثنان وقال: مرحبا بمؤذن رسول الله. ثم قال بعدها لبلال حينها كان أذان المغرب: قم يا بلال فأذن. فقال بلال: يا أمير المؤمنين، إني أقسمت ألا أرفع أذانا بعد رسول الله إلا له. فقال الخطاب: يا بلال، والله إن هذا الموقف يسعد رسول الله، قم فأذن، فلو كان رسول الله حيا لأمرك بالأذان. أما ما سنخبرك به للتو فسيبكيك، من رحمة الله تعالى الواسعة. فتخيل أن تكون عاصيا طوال حياتك فيعتقك الله برحمته بسبب كلمات فقط. فيوم الحشر ينادي الله تعالى على سيدنا جبريل ويقول: يا جبريل، ما لي أرى عبدي فلان بن فلان في صفوف النار؟
فيقول له جبريل عليه السلام: لم أره يفعل شيئا يجعله من أهل الجنة. فيقول رب العزة لجبريل: يا جبريل، إني سمعته في مرة وهو في دار الدنيا يقول: يا حنان يا منان، فاذهب إليه واسأله من هو الحنان المنان الذي كان يقصده. فذهب جبريل إلى عبد الله وهو في صفوف النار وسأله وقال: قلت مرة يا حنان يا منان، فمن كنت تقصد؟ فيقول الرجل: وهل هناك حنان منان غير الله تعالى؟ فيرجع جبريل إلى الله تعالى فيخبره بما قاله الرجل، فيقول الله عز وجل: اذهب إليه يا جبريل وخذه بيديه وضعه في صفوف أهل الجنة. فحنان يا منان هم اسم الله الأعظم، وقال عنهم رسولنا الكريم حينما مر بأبي عياش يدعو بهم، فقال رسول الله: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، فرج همومنا ومشاكلنا وحقق أحلامنا. اللهم سبحان من سجدت له الأنفاس وخشعت له الأبصار، ارحمنا يا الله.